بون كي قلتوا ما تذكروش الاسماء انا ساعدتني ني الاسم ني لوندغوا ما تذكري ني الاسم ني لوندغوا انا حبيت نحكي لكم هذه الحكايه باش شغل نوعي الناس يعني هذو اللي قبل ما يتزوجوا لازم شغل يسقطوا على هذا الراجل ولازم يعرفوهم مليح ما قري هذيك ما باليش ما قري فامي تجيبوه لك ويقولوا لك نضمنوا لك فيه صح. انا دي بريفيرونس تسقسي عليه وتسي تعرف الناس اللي قرب وتسقسي ماشي واحد ماشي زوج وتعرفوا صح نحكي لك هذه حكايه تاع بنت خالتي صارت لها صافي 3 سنين هذه الحكايه نقول لك من نبدا لك يا اختي من حنبدا لك من حنكملها لك واخا ما تزيديش تشوكينا شكي تشوكينا بزاف اليوم راهي كثير على هذه الحكايه اللي دازه من قبل عندي هذه حبيب هذه بنت خالتي عندها حبيبتها راكي تسمعي ما لا قالت لك قالت لها كل خطره يخرجوا قدام لا هذه حبيبتها تقول لها شغل له البنات كاع تزوجوا ولحقتي لاش تاع زواجي لازم تتزوجي لحقتي بان تويتون دخلت لهذا الفيس تاع زواجي تزوجي 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 ومعليش الا ما عرفتيش واحد انا نجيب لك واحد وانا نضمن لك فيه مالاه هي بريزونتات لها واحد لاباس به قالت لها لاباس به هكذايا شوفي انا بنت خالتي ثاني راحت من هذاك الباب تاع الطمع قالت لك جاني واحد لاباس به نقبل لوكازيون جامي باللي ماشي الدراهم هما كلش كلش روحي راحت بريزونتيت لها السيد قلت لها عجبها عجباته ولا بيخرجوا كدا منا لا خطبها كدا منا ولا بيخرجوا عرفاته منا هو ولد واحد عندي معاه اكيد سمع اختي هاني اسمه اسمه هو ولدي خاطرش انا مانيش نسمع فيكم مليح على بيها حنا انا ساكتين انا نسمعوا بتشوق لهذا لا لا انا ساكتين انا ساكتين كنت تسمعي غلا ميزيك تاع حميتها اها خلاص قلت لك اما لا خلاص تخطبوا ولا منا بعدا بداو كاينه كي تعرفي كاين شويه مشاكل يجوا في وقت الخطبه كاين مشاكل كاين دي جون يدخلوا في الوسط كاين واحد توجو راكي تعرفي بالك الا راكي مزوجه تعرفي هاد لي غوزاسيون تاع قبل الزواج تكون يكونوا فيها مشاكل صح 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 معليش بعدا خلاص زوجو داها فاياج دو نوت لا ماليزي وداها لاس فيغاس راحوا لمريكا الله الله نراحوا نراحوا عاودي تشوفي عاودي نراحوا لاس فيغاس ولا ماليزي وي راحوا لماليزيا راحوا لاس فيغاس الحياه حلوه وسمحي لي ما هي من قبل كي يتزوج بها قالها بلي ساكنك وحدك هو ولد واحد عندي ما قالها بصحي ما قالها ماذا بها تعيش وحدها وعرفتها تعيش وحدها هي هذاك هو اللي كان الشرط ديالها قالت نسكن وحدي انا ما نسكنش مع العجوزه انا خلاص ماشي بروبليم ايا مالا كي جون فاير زانو راحت كي راحت لقات لقات بلي عايش مع يماه تعال دارهم عايش معايا ما هكذا منا هي تقول ما عجبهاش الحال شغل لعبت هكا راحت غضبت في دارهم كي راحت غضبت شفت شغل ما حوش عليها ما يطلعش ومن بعد فاقت بلي اونسانت ديجا طاحت اونسانت فايل زانون طاحت اونسانت ان موا هكا ان موا يدمي ابخي طاحت اونسانت فوالا قالت لها بعد حكات لي يماها فوالا فوالا يماها عيطت له قالت له فوالا فوالا شغل بنتي راهي اونسانت كدا منا صح هو فرح وكدا منا وهي كي كانت فايل زانون ديجا كانت ضربت معاه لتما هذه فواياج دو نونس ديجا بداو يضربوا كانوا واقيلا واحد اللانجو هكذا في الفاقت له قالت له يخدع فيا مع وحده في الفيسبوك هكذا تاع مشاكل فيسبوك يا اختي تاع المشاكل بوك الشاف كاين الجايزة يعيطوا له بوك الشاف صح قلت لك قالت لك بلي يخدع فيا مع وحده في الفيسبوك هي ما لا بعد معها قالت لها خلاص الرجال كاع يتك حكي تعرفي شغل يحبوا يعرفوا يدور يدور يولي لمرته ياك هذيك حكايه ودوك يجي يزيد عنده الطفل ينسى ويتبدل وهكذا هي مسكينه فرحته شغل معها الحق عاونتها اي ما جا بها بنتها سي نورمال بيان سور بيان سور سي نورمال من بعد هي قعدت قعدت واحد كان جوغ زين جوغ هكذاك في دارهم بعد قالت الله غير خلاص نعف على قلبي ونروح نروح نعاود نولي لداني ندير لها لي سيربريز هي مالا بلا ما قاتلو ما قاتلوش بلي راني جايه شرات له كادو شرات لا باتيسخي كوندات كدا منا بدات حوايجها دوزانها
اي طالعه للدار، طلعت للدار عندها لي عندها لي كلي تاع الدار. اها بيان سور. اها هاكي تسمعي هنا هنا اللي على بالي لي شوك وعلى بالي اللي حد شوك وعلى بالي. دخلت لدارها لقات حاجه ما كانت تقدر تتصور فيها. تقوليش لقاتو مع وحده ولا كيما هذيك اللي حكيت لنا ليستوار؟ نقول لك حاجه، كون غير هكذاك، كون غير لقاتو مع وحده. امو على كاين بيغ. وي كاين بيغ على هكذا. كاين حاجه بيغ على هكذا، على بالي نقول لك في هذا الوقت اللي رانا فيه ما تمني ما تخدعي كما يقولوا، لا ولا العكس. ما باليش نكلت على سلمان يقولوا هكذا. اذا لقاتو في علاقه غير شرعيه مع الوالده تاعو. وي مسري نبقي على خير نروح. مع الوالدة تاعو. مع الوالدة تاعو في علاقة غير صحية. يا ما لحمي شوية. علاقة غير صحية. هذه كانت ديبوزي بلانت على بالك. هذاك الوقت ما كانش عندها الوقت باش تيبوزي. صح مع يماه هذاك السر بلي يماه. ايه قالت يماه يخا كل ما نعطوهاش وكنا رحنا شري لها الفوتوكوبي تاعو، احنا ولينا نقولوا بالك تكون مربياتو بالك تكون مربياتو. بصح باسكو مي اسكو هادوما عباد سي دي جون نورمو هادوما، هو اسكو عبد نورمال ويماه اسكو عبد نورمال؟ هضرتي معاهم انت تعرفيهم؟ شوفي انا ما نعرفهمش بيان، يعني شفناهم احنا افاق في العرس، بانوا لنا الناس بالطبع، بانوا لنا الناس الله ماهمش حيبانوا لك. مي بصح ومن بعد لحمي تشوك حلها البيبي سوغ بلاس، طحلها البيبي سوغ بلاس. هذيك ما طاحتش هي كاع راهي مليحه. طحلها البيبي تاعها سوغ بلاس وهي دارت ديبريسيون، دخلت لجوانفيل هي دارت ديبريسيون. صافي حسبي دوكا دوكا مازالها مازالها شغل كي تهضري معاها تشوفيها. شحال عندها هاد الحكايه؟ عندها 3 سنين. علاش لنا با ديبوزي بلانت ولا فامي تاعها ما داروا والو؟ في بعد بداو هذوك كيما نقولوا عندهم النفوذ، هذيك العائله عندها نفوذ، فهمتي؟ مين تروحي يغموا لك لافير، مين تروحي تشكي يغموا لك لافير. انا نقول لك ديزون ماشي عندهم نفوذ كبير كبير، فهمتي؟ الناس لاباس بهم وما تصوريش كاع في بالك باللي عائله هكذاك. بصح بعدا بعدا مع يماه عنده باباه، عنده باباه. لا لا ما عندوش باباه، قالها بابا ميت. بصح ميت ولا دوكا باباه صحية قالك باباه ميت. اه وما نعرف دوكا حنايا كيما نقول لك هذه نسبة. شحال في عمرو هذا؟ شحال في عمرو؟ في عمرو 32. ويما تكون واحد تكون يما تكون هكاك وزعما شابه زعما شاده روحها زعما ما فهمتش اسكو عندها زعما غوتوغ داج زعما غوتوغ داج ميم لويدها اكزاكتومون شغل. انا وش حكينا انا احنا حسب لا فامي كي بالك ماشي وليدها بالك ماشي وليدها. لا لا احنا شكينا لا لا وليدها بالك عوداته بالك هي تكون مريضه هنا في راسها بالك مهبوله بالك تعطى مخ زعما مريضه وهو اكزاكتومون مام هي مريضة هي مهبولة هي تشرب مخدرات هي من عارفة وشنو هو وهو بالك. شوفي كيما يقول لك ربي قال لا طيعوا والديكم بوسوا رجلين يماكم با سو بوان نو. واش قالها هو؟ اه امحي لي مدام ربي قال طيعوا والديكم الاولاد اللي ربي ولادو تربيه حسنه ولا هي ولدت وليدها على هذا الشيء اللي كان صغير. اكزاكتومون صحيح ولا لا لا بصح راهو كبير راهو كبر راهو يشوف راهو يهدر راهو يسمع راهو يخرج راهو يقصر راهو ماشي راهو مغلوق في دار وخلاص ما يخرج يشوف غير يماه واش يدير له يماه. قلت لهم خلاص انا على ما تقرب الساعه. اوي اوي هذه ماشي ماشي عرش الرحمن يتهزا هذه ما شغل ربي نسري نحبسوا ليميسيون. لا لا قلبي انا قلبي وجعني قسما بالله قلبي وجعني. شوفي الاخت الاخت نسرين انا علاش عيطت لك؟ انا باش نوعي هاد البنات. انا علاش انا كيفاش تقولي له ما ديرش كونفيونس في يماك ولا 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 ناضحه كاين امهات يعني ما كانش انا يقول لك ماشي حبه طوماطيش تفسد الصندوق. ايه فوالا انا يقول لك كاين الناس يطيحوا الكيكة. انا دوكا ما نلوم حتى واحد فهمتي. القاضي يسمع من زوج جوايح صح ياك القضاء يسمع من زوج جوايح مي بصح هذه فاميلتي وكنا نعرفوها وكنا على بالناش بهذه الحكايه. وين راهي دركا هذه؟ وين راهي؟ راكي تلاقي بها راكي تشوفيها؟ راهي في دارهم يما هاك شغل دوكا هذه خالتي دبرست يماها يا حي دوكا مام خالتي مسكينه دبت روحها على الفاميليا وكاع باش ما يدولهاش هذه الحكايه. صح صح يا دو كوا يا دو كوا مليحه اللي ما هجرتش.
شوفي انا كانت اتاشي بزاف ليا هذا الطفله باسكو انا طفله وحده وهي طفله وحده ثاني عندي. ما قعدتيش قصرتي معاها سيدتي خففتي عليها شويه سيدتي؟ هي كيفاش وقت المور ما سمعنا بلافير كان دار ديبريسيون كان دخلت السبيطار باش سمعنا بلافير حنايا. انا كنت خايف نجبد لها نحاول نحيي لها الجراح ديالها بالك. شكون اللي حكى لكم؟ شكون؟ من بعد خالتي هي اللي حكات. هادي جاب لها ربي ما كاينش كيفاش دير تخبى على كان زغوصات كاع هاد الحكايه دونك هادي ميم لو كان لا ديبوزي بلانت جاب لها ربي تربح سيرتو يقدروا نو يقدروا يربحوها يقدروا يربحوها. انا نقول لك عندهم نفوذ عندهم نفوذ ماشي سي كيسيون سي با كيسيون تاع عندهم نفوذ ولا باش يربحوها يقدر يربحها مانيش عارفه الا قال لهم انا ماشي مسلم يقدر يقول لهم انا ماشي مسلم. لا ماشي مسلم علاه ماشي مسلمين يديروها صح ما يديروهاش سمحي لنا جامي سمعت حكايه كيما هادي عباك شوكيتيني هادي الحيوان ما يديرهاش اقسم بالله حيوان ما يديرهاش حيوان على بالك سي و اسني بصح هذه جريمه هذه جريمه هذه جريمه يعاقب عليها القانون هذه. انا حبيت نسقسيها برك زعما كي شفت لاكسيون هذيك واش قال لها السيد واش قال لها راجلها وعجوزتها كي لقاتهم هكاك في زعما في كيما يقولوا عمل مخل بالحياه معايا واش قال لها؟ واش قال لها؟ انا كنت نقول لك عجوزتها واش قالت لها ما تامنينيش وبالك ما تدخلكش قالت لها عادي وليدي تاعي وليدي ندير معاه واش علي مالاد هذه علي مالاد نقولك شفتي هذيك المرا اللي كان يخون فيها معاها كي كانوا في لاس فيغاس هذيك سيتي يماه اللي كانت شاكا فيها وتقول لك هذه من نهار علاش زوجاتو يماه علاش؟ علاه على عينين الناس على عيون الناس على عينين الناس بصح فغيمون والله غير سمحي لي ليديا ما صفتش نهضر هضري انت يا ليديا والله ما شفتش يسمى قالت لها يسمى زعما في هذا السياق زعما تاع انايا حق على وليدي سي سا يسمى وليدي حق عليا انا تقبل منك وهو وهو واش ريبوندا واش قال؟ ايه هو ثاني هو شغل عاتبو الحال مع يماه ما فهمتش انا لا يماه تعطي له دراهم ولا تسكتوا ولا ولفات وكاش حاجه ولا ما هاد المراه سو دروك با ولا يبخل با كلشوز ولا هادو مش كيت بالك دير له كاش حاجه بالك تعطي له يشرب كاش حاجه ولا سي با نورمال هذا عبد نو سي با نورمال نو نو سي غراف على بالك واش ديري هذه هي انا علاش هذه الحكايه صرات شوفي هذه الحكايه سيغ صرات ماشي فيلم ولا زعما ميم لي فيلم زعما اسمعي ميم لي فيلم ميم لي فيلم ماشي ميم لي فيلم ميم لي فيلم حميتها المخرج تاعنا قال لك بيتيتر ولفاتو يماه ملي كان صغير دونك بيتيتر شغل تربى عليها بوغ لوي سي بون سي حاجه عاديه بون تربى عليها صغير نقولوا مي اون فوا يكبر نو مي اون فوا يكبر هاو يسمع الهضره او يشوف صحابه او يقصر او عنده عقل يخمم هذا ماشي عبد ما عندوش عقل يخمم باش يقول لك هذه رباتني يما هكذا صافي نقعد طول حياتي او عنده عقل هو انسان ماشي حيوان الا كان يتعطى مخدرات ولا يولي له العقل تاعو اكزاكتومون ما يوليش العقل تاعو لا عبد زهيده زهيده لو كان راهو هنايا السيد ولا يماه كان قتلتهم وكملت عليهم فلوس ماشي نو ماشي انا هاد الحكايه عندها 3 سنين كنت نسيت باش واحد الخطره ثاني داروا في واحد لا راديو بلا ما نذكر الاسم كنت حتى نعيط لهم قد ما انسيستيت ما حكمتهمش وهاد الخطره صحت لي معاكم قلت والله غير نفرغ لهم اسمعي دوكا والله غير واحد يتوسوس من خياله يا الحبيبه من خياله يولي يشك في روحه دوكا هدايا كيفاش زعما راجلك ما تقدريش تخليه لا زعما راجلك هكذا ما تقدريش تخليه وحده في الدار مع يماه تولي تشكي كانا لا بصح ماشي لهذا الدرجه بصح نو يا با يا با محسوب حاجه اللي تقدري اللي تخليك تشكي درك مانيش عارفه في روحي نولي نشك انايا دركا ايه يعني على كل حال كي تشوفي هاد لي كات تولي تشكي في روحك كما قلتي اي ربي كما يقول لك يبعد علينا هاد لي زيستواغ هادو ما شاء الله صارت لي وحده في الفاميليا وكما يقول لك كان لينا دار في حنايا باش علاش انا دوكا يخطبوا فيا وليت عندي رهبه درت لنا الشوط لافاني يا دوكوا يا الحبيبه يا دوكوا لا ماشي ما تكونش عندك رهبه ان شاء الله ربي يجيب لك النفس المؤمنه كما يقولوا ويعطيك الصحه ديري ديتكتيف ليليا ليليا ديتكتيف اسيه الناس هادو مالينيش وسيد زوجو بصحاب الدراهم وحده
شوفي شوفي اول حاجه شوفي واحد اللي يخاف من ربي قبل كلش. صح اكزاكتومون. واحد اللي يصلي ويخاف من ربي دنيا وما فيها. يعطيك الصحه ليديا، عندنا بزاف لي زابيل، عندنا بزاف لي زابيل. ميرسي بوكو ليديا، وربي يجيب لك النفس المؤمنه ان شاء الله، ويعطيك الصحه وقعدي دائما تبعي فينا. شكرا ليديا. هاي صحه علينا. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. الى اللقاء. الى اللقاء. عفاك تشوكيت في حياتي، ما تشوكيت هكا زهيده. اوكي رايحه واش كاين حاجه زيد تسمعها اكثر من هكذا؟